أهلا بكم من جديد في هذا الحوار الممتد مع العالم الكبير ابن مصر الدكتور أحمد زويل. وأنا بصراحة بعد تقريبا 3 ساعات ونص من بدء هذا الحوار مش قادر أقول إن أنا بالفعل بقيت مؤمن جدا بإن احنا في إعلامنا محتاجين هذه الحوارات البناءة، محتاجين إن احنا نبني أكتر. وانا فعلا بتعهد لكم ان انا بعد كده لقاءاتي او حواراتي، مع اني مش هلاقي في قامه الدكتور احمد زويل، ولكن هنحاول مع اي مواطن مصري يكون معانا على شاشه سي بي سي ان احنا نكون بنائين، وان احنا ننسى فكره بقى الخناقات على الشاشه وغيره والكلام ده وكده. لان انا استفدت كتير من هذا اللقاء، واعتقد ان انا لو مت بكره فانا هكون عملت حاجه، فتحت طاقه امل لاولادنا وأحفادنا والمصر اللي لازم تكون أفضل إن شاء الله. دكتور زويل، أعتقد إن أنا في الفاصل ده بالتحديد لازم ألبس النظارة كده عشان أبان إن أنا عالم، علشان بس إيه ما يعني ما أقعش معاك في أي حاجة أو كده. لكن خلينا نتكلم بقى عن الأول، وأنا برضو مش عايز يعني نكون محبطين، لأن إحنا بادئين خطوات مهمة جدا. إحنا كلنا مدركين ان احنا علميا على مستوى العالم لسه متواضعين كتير، وان احنا هنا في هذا المكان وهذا التوقيت التاريخي في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بنبدأ مرحلة علمية جديدة ان شاء الله. لكن خلينا نتكلم عن العلم في العالم، وحضرتك من اساطين العلم في العالم، تقريبا العالم رايح بينا فين الفترة الجاية؟ وإيه الحاجات اللي ممكن نقول أنها فتوحات علمية الآن في العالم سواء شرقه أو غربه؟ ده أنت عارف ده عايز قعدة وقعدة. آه طبعاً، ما هو باختصار لأن نخش في تفاصيل تانية. وأنا سعيد الحقيقة أنك أنت مهتم بالنقطة دي، الحاجات العلمية دي. يعني شوف، هو الحقيقة أنا دايماً بنظر لها أن العالم متجه في القرن ال19 كنا بنحاول نفهم، احنا يعني معناه المجموع العلماء عموما، نحاول نفهم ما معنى المادة وما تركيب المادة. وجاء القرن الحقيقة ال20 فتح فتوحات ما شفهاش العالم قبل كده، وبنظريات جديدة بالذات لما كان في عمق في لما بنوصل للأحجام الصغيرة جدا، يعني مثلا زي الذرة، فما كناش الحقيقة فاهمين لغة الذرة. يعني أنا وأنت مثلا بتكلم لغة معينة، طيب لما الذرة دي بتتحد مع ذرة تانية إيه اللغة اللي بينهم؟ ما إحناش فاهمين الكلام. الحقيقة حاجات زي الكوانتم ميكانيكس وحاجات وطلع من ده في نص القرن ال20 حاجات بقى تبين لك، وانا سعيد ان انت سالت سؤال، تبين لك اهميه القاعده العلميه. يعني هذه نظريات طالعه والناس بدات تفهم يعني ايه معنى الذره. خد بالك دي كلمه على فكره جايه من ايام الاغريق، فبقى لها 2000 سنه، لكن ما كناش لا بنشوف ولا بنعرف ولا بتاع. لما فهمنا بدانا نفهم لغه الذره والحاجات دي، طلع منها اكتشافات علمية جديدة. انت النهاردة ما كنتش اكون قاعد معاك القعدة دي اذا ما كانتش الاكتشافات دي اتعملت. وديك 2 مثالين. حلو. واحد الترانزستور، يعني لو ما كانش فعلا احنا فهمنا ما معنى الذرة واللغة بتاعته مش عارف ايه، ما كانش اكتشف الترانزستور. اللي هو بقى بالنسبه لنا، اللي هو طبعا في كل كمبيوتر وفي كل مش عارف ايه، اصبح ما فيش حاجه اسمها حتى عصر ما كنتش تقدر تعرف عصر المعلومات، اذا ما كنتش انت تكتشف ترانزستور. بدليل انا فاكر لما كنت ببيتنا كان عندنا راديو كبير كده جروندينج مش عارف ايه، كانت كلها بيسموها فاكيوم تيوبس قد كده. وكان راديو دي النهارده الترانزستور عليه مش عارف الملايين والبلايين من قصدي التشيب نفسها عليها ملايين البلايين من الترانزستور. فده معناه دي ثورة علمية جديدة جدا جت نتيجة عمل أبحاث علمية حقيقية. تقوم بقى أنت تسأل السؤال إيه؟ تقول أثرت إزاي في الاقتصاد؟ طبعا غيرت الاقتصاد.
العالمي كله. يعني لو ما كانش في ترانزستور ما فيش كمبيوتر ما فيش الانترنت ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما تقدرش تعمل الثوره الهائله اللي حصلت في الاقتصاد العالمي كله. اهو ده اكتشاف. اكتشاف. بص على الليزر يعني وصل لحياه الناس في كل حاجه في كل حاجه. بص على الليزر. انا فاكر الاخ اللي خد نوبل في الليزر اسمه تشارلي تاونز، انا بعرفه يعني. فبيقول لك تشارلي تاونز كان في الاول يعني بيفكر ايه معنى كده، حاجات كلها لو قالها لك انت هتحس طب ودي هتفيدني بايه. بس بعد 10 سنين بعد 5 سنين ادرك من ده يطلع تطبيق اسمه الليزر النهارده من جراحه عيونك للاتصالات في الفايبر اوبتكس اللي تحت البحار. النهارده بتقدر بحوالي يمكن 30 مليار. صناعه 30 مليار. فلما تبص على الاكتشافات العلميه ما بتجيش بطريقه ان واحد بيروح يكتشف مش بالسهوله. يعني انا لو اقدر اقول لك الليله ان انا عارف بكره هكتشف ايه وكتبته على ورقه ما تصدقنيش. ده انت لازم تديني المناخ الصح وتخليني وتختار الناس الصح وهم دول اللي طلعوا الاكتشافات اللي هي تقدر تاثر على الاقتصاد المحلي والعالمي. ده القرن العشرين 19 20. لما تشوف بقى القرن 21 ودي ان شاء الله التركيبه اللي في دماغنا بالنسبه للمدينه يعني. من اهم الحاجات اللي هي تقدر تقول علوم الحياه. لان النهارده حتى بتفهمنا لمعنى لغه الذره ولغه الجزيء حتى والحاجه الحاجه اللي انا خدت عليها نوبل ديت في تحرك الجزيء ومش عارف ايه. لكن الجميل في علوم الحياه ان فيها حاجه اسمها كومبلكسيتي، تعقيدات. يعني الخليه بتاعتك دي فيها مصانع جوه الخليه. جوه الخليه انت ما بتشوفهاش بعينيك. في مصنع قاعد بيعمل بروتين وفي مصنع قاعد بيعمل سبحان الله. ودي بقى حجمها ايه؟ مايكرونز، يعني حاجه لا يمكن تشوفها بعينيك، اللي محتاج مايكروسكوب. فالخليه ديت عباره عن بلد بحالها وفيها مصانع وفيها قيادات وفيها وفيها وفيها، بس ما تقدرش تشوف ديت الا اذا كنت تشوف العالم بقى الغير مرئي ده بالمره. وبالتالي كل العلوم الحديثه الجميله اللي هي بتربط بين انك ازاي تكشف العالم الحديث عشان بقى نعرف الامراض. نعرف صناعات الدواء اللي انت الدكتور حسن كان بيتكلم عنها، ازاي ان احنا نعمل والخلايا البشريه وغيره وبعدين بعد كده تقدر يعني من اهم الحاجات اللي هي بتخش في العمليه ديت. يعني يمكن انا قلتها مره مثلا مرض الالزهايمر ده لو هيجي معظم الناس لو يعني عاشوا مده طويله. اهو ده عباره عن جزيء في الخليه بيحصل له مشكله. تعرف ايه زي من غير ما اخش في التفاصيل ان هذا الجزيء نفسه، انا عارف ان انت طبعا فاهم كل الحاجات. انا فاهم كل حاجات انا عارف دي بالظبط. بس الجزيء ده لازم يبقى ليه شكل معين، لو اتغير الشكل ده جه المرض زي تحول الخلايا السرطانيه بالظبط. ازاي بقى نقدر نشوفه ونتحكم فيه؟ ونتحكم فيه. فبيسموها يعني فيجواليزيشن، انك تشوفه وفي نفس الوقت تقدر تكنترول ات، انك تتحكم فتدخل على خط الامراض. فدي بقى جزء كامل في عالم جديد خالص. عندك مثلا عالم تاني اللي هو شويه اكبر من عالم الذره، في النهارده مواد بتعملها بتصنعها على السكيل بتاع النانو. اللي هو 1 على بليون من المتر. 1 على بليون نانومتر. نانومتر على بليون. انا مبسوط من الابتسامه دي، ده معناه ان انت درستها كويس جدا. خدتها في الاعداديه. كويس. فواحد على بليون من المتر. شوف بقى الحجم قد ايه، يعني خد متر على بليون من المتر. فخد متر وقسمه بليون مره، هو ده الجزء اللي احنا بنسميه نانومتر. بتقدر تعمل دلوقتي اجهزه بتتحرك على النانومتر. يعني انا لسه ناشر بحث مع المجموعه بتاعتي. عملنا وموجود على الويب سايت بتاع المدينه ان احنا عاملين نانو بيانو. يعني البيانو كده عنده صوابع كده وقعدت تشتغل، بس حجمه كله على النانو سكيل. فبتقدر انت النهارده ده تقوم انت تقول ايه؟ ايه؟ طب وايه الهبل؟ انا مالي ومال الكلام ده دكتور زويل وهيفيدني بيه؟ اقول لك لا،
اقول لك في يوم من الايام مش هيبقى بس البيانو، اولا نمره واحد ممكن يبقى عندك بيانو بقى دلوقتي مش لازم يبقى محتل المساحه الرهيبه دي، واحد. اتنين، ممكن ان بنفس طريقه البيانو ديت ادخلها في الخليه بتاعتك واقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، اللي هي توجيه الخلايا، فحطت لك موتور عندك انه يقدر يعمل لك حاجه معينه وهكذا. فعندك الجزء ده عندك في علوم الحياه اللي هي المعقده، وعندك بقى الحاجه الجديده اللي احنا نايمين فيها خالص في العالم العربي، اللي هي ايه؟ اللي هي الفضاء. ما احنا هنجيلها. الكواكب والوا بس انا عايز بس اخد الصراحه استوعب الكلام ده. بس كنت فاكر ان انت ذاكرت كويس في لا انا ذاكرت كل ده بس عايز افتكره يعني. طيب. وهنروح نشوف الشباب بقى بيقولوا ايه. تمام. الاستاذ محمود عبد الصمد ده من اصدقاء مدينه زويل، شاب جميل، وهنسمع بيقول ايه ونرجع تاني نواصل نقاشنا وحوارنا الممتد مع الدكتور احمد زويل. المشروع هيخلي مصر تنتقل الى مصافي الامم. احنا كمجموعه من الشباب امنت بهذه الفكره وامنت برؤيه الدكتور احمد زويل التعليميه، كل ما قال الدكتور احمد زويل عن فكره التعليم وتطويره في مصر. لذلك احنا مجموعه من الشباب اطلق عليها اصدقاء مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، تبنت هذا المشروع وحاولت تدعيمه ماديا ومعنويا، والحمد لله وصلنا الى يعني كميه عدد او اعداد من الاشخاص في جميع المحافظات انها تبنت هذه الفكره، والحمد لله يعني وصلنا للشعب كله، وصلنا لمصر كلها ان احنا لازم نخلي مصر دي احسن بلد في الدنيا. اصدقاء مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا بتدعو جميع الشعب المصري وجميع فئاته وجميع اطيافه للمشاركه في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، حتى لو المشاركه بالدعوه اليها، وايضا المشاركه بالتبرع على حساب مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. الف الف. ما شاء الله، الله اكبر، شبابنا جميل جدا والله. انت عارف هو وسالي هنسمع سالي بعد شويه، ومجموعه عظيمه، مش يعني ده هم بس اللي بداوا، لكن معاهم مجموعه منظمه جدا جميع انحاء الجمهوريه. سالي عايشه في دبي على فكره، وعاملين في جميع انحاء الجمهوريه، ووصلوا لحد دلوقتي اظن 160 الف صديق، 160 الف صديق في شهور يعني. ودول بيزيدوا وبينشروا الدعوه اكثر لمدينه زويل ولنهضه مصر العلميه. خلينا نرجع بقى للكواكب، للحوار، المناظره العلميه اللي بيني وبين حضرتك. الكواكب بقى اللي احنا بعيد عنها خالص في العالم العربي، يعني ما لناش دعوه، احنا يا دوب يعني نعرف نحفر الارض ونجيب شركات اجنبيه تحفر لنا الارض كمان. قرينا مؤخرا او منذ ايام ان ناسا اكتشفت كوكب جديد، مكتشف جديد يعني، هو لسه منذ ايام، وانه في كلام وتقارير علميه بتقول ان هناك تشابه في مناخ هذا الكوكب مع مناخ الارض، وانه في احتماليه وجود مياه على سطحه، وان هناك ايضا احتمالات وجود حياه عليه. نفهم ده ازاي؟ تفهم انك لازم تكون تخاف لو ما عندكش العلم اللي يخليك تستوعب ده، لان ابعاده كبيره جدا. يعني احنا في المجموعه الشمسيه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، في الشمس هي المركز، وبيدور حواليها الارض وفي المريخ ولا. فاقرب كوكب اللي هو عايزين الامريكان بالذات بيشتغلوا عليه شغل جامد جدا، اللي هو المريخ. وانا في كالتاك، هي بتشرف على جت على معمل اسمه بتاع ناسا، كبير قوي يعني، كبير قوي ومهم جدا في امريكا. بيصنع حاجه، اخر حاجه حطوها على المريخ دلوقتي معمل بحاله. يعني تبص عليها تلاقيها عربيه بحجم العربيه على سطح المريخ. يعني رحت شفتها انا نفسي. هي سياره بس فيها بقى كل المعامل اللي انت عايز تحطها وتعمل دراسات، بتهبط على المريخ. وبعدين بتاخد عينات من التربه، بتطلع اشعاع عشان خاطر تعمل سيرفي، عندها حتى عيون كده شكلها شكل الليزريه، واخد بالك، وهكذا. انت تقوم انت تقول ازاي العالم دي بتصرف بلايين على انها تعمل حاجات زي كده، مليارات، دي ده كانهم مش فاهمين حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بالمريخ؟ انا عارف احنا بقى. وبعدين تبص تلاقي بقى ايه المشكله في المجموعه الشمسيه دي كلها، ان المناخ نفسه يعني القمر، حتى على القمر المناخ بتاعه مش زي المناخ اللي هو موجود في كوكب الارض. لان احنا محتاجين نسبه معينه من الاكسجين
ونسبة معينة من كذا، ده المناخ ده مش موجود. وعلى فكرة في أمريكان بيتخيلوا دلوقتي إنهم ممكن يعملوا مناخ أرضي على على القمر، وبالتالي الكواكب اللي بتكتشف زي أو اللي بتروح لها زي المريخ بيبقى كل همك إن أنت تشوف هل في حياة موجودة عليها. تقوم أنت تقول ليه؟ طبعا عايزين، لأن إحنا إيه اللي يعرفك إن إحنا زي في أفلام الخيال كده إن هنلاقي على كوكب ما إحنا دلوقتي معانا لقطات على الشاشة من كوكب المريخ. صحيح. كاميرا السي بي سي هي اللي مصوراها. هي اللي مصوراها؟ طلعوا المريخ. هي دي بالظبط كده. بالظبط كده. فدي لما أنت تشوف هذه المركبة دي طالعة من الجت بروبالشن لابراتوري اللي هو تابع لكالتاك يعني. فبتشوف شوف نازلة على المريخ وبعدين إيه بقى المعلومات اللي أنت بتحصل عليها؟ هل المريخ ده اتعمل وفي حياة وفي مية ولا ما فيهوش؟ وبعدين هل هتلاقي معادن مثلا مختلفة على الموجودة هنا؟ ولو كانت موجودة حياة، هل هي الحياة زي ما احنا بنعرفها على الأرض ولا مختلف؟ يوم واحد يقول لك دول مجانين. طب وإيه يعني لو لقوا مثلا مش عارف؟ أقول لك لا، افترض بقى أن زي في أفلام الخيال كده أن اكتشفنا حياة بتاعة ناس أقوى مننا وأذكى مننا 1000 مرة. نعمل إيه؟ واخد بالك؟ ففي تفكير، يبقى لازم تفكر ما معنى الحياة على كواكب أخرى، وهل مثلا ممكن نحصل على طاقة من كواكب أخرى، على معادن، على معادن إيه اللي عرفك يمكن يلاقوا حاجات هيدروجين ولا مش عارف إيه، إن هو يغير في الخريطة بتاعة التركيبة. إحنا بقى طبعا مش في الخريطة دي خالص. بس يسمح لي يعني فاصل كده في الكلام ونرجع تاني، بتحس بإيه وحضرتك بتفكر في ده وبتتابع ده وبتشوف ده وبتساهم فيه، ولما بتلاقي ان احنا هنا مش في مصر بس، في العالم العربي كله شغلين نفسنا بقضايا حسمها العالم من زمان؟ يعني نلبس ايه وده ينفع وده ما ينفعش، وتتحجب ولا ما تتحجبش، نلبس النقاب ولا ما نلبسش، القصص دي كلها شغلين نفسنا بده، ما بتحبطش؟ لا ما بحبطش، لاني عارف قد ايه. يا استاذ مجدي انا مش عايز بقى زي الناس اللي كلها تقعد تقول انا تنبأت بالثوره ومش عارف ايه. انا يشهد التاريخ وموجود التسجيل في مكتبه الاسكندريه السنه اللي قبل الثوره، انا قلت التغيير قادم اسرع ما تتصوره. ليه؟ لان انا عمري ما اعطيت محاضره عامه في مصر في الاوبرا ولا في مكتبه اسكندريه ولا في اي حته الا ما يجي لي على الاقل 5000 واحد. صح. طيب بلد فيها هذا الشغف على الشباب عايز يتعلم وعايز يشوف الدنيا فين، فانت عندك طاقه بشريه هائله. يعني حضرتك شايف ان احنا ممكن في يوم من الايام نكون جزء من الاسهام العالمي في العلم؟ طبعا طبعا، انت بس اللي عطيت المناخ الصح. ايوه. ولا في نفس الوقت ساعدت الناس دي توصل ولا كنت حتى جاد. يعني اهم حاجه في البلاد دي عشان تتقدم ان انت نفسك كرائد او قائد المسيره لازم يكون عندك ايمان باهميته. طبعا. يعني انت لو انت سياسي بحت وكل اللي يهمك انك تحصل على اصوات، لا يمكن هتهتم بالعلم وقضيه التعليم وقضيه مش عارف ايه، انت بس قاعد في الكرسي ومتمتع وكلمات حلوه على التلفزيون. لكن محاتير محمد اقدر اقول لك ان عنده قناعه تامه باهميه التعليم والبحث العلمي بلبلده، عشان كده حقق حاجه. ولما قابلته شفتها بوضوح، لما قابلت اردوغان نفس العمليه، عنده قناعه تامه، وفي مدة حكمه بس 10 سنين ارتفع الجي دي بي او معدل الدخل بتاع تركيا من 2002. يعني حاجة. فهي مش عايزة معضلة، هي مش يعني مش معضلة، بس واحد يكون عندك ايمان بهذا الدور، نمرة 2 ان انت توفر المناخ الصح، ونمرة 3 بقى اللي هي مهمة اللي عملتها الهند، انك تركز على مراكز متميزة وافراد الحقيقة متميزين. ده اللي عملته الهند. حضرتك قلت لي على حاجه في النص كده، اسمح لي ارجع لها برضو، هنتكلم عن الاسهام العلمي في العالم والتطور العلمي المذهل ده. قلت لي ان القاعده العلميه اللي بتتوفر في اي بلد ومنها ان شاء الله مصر من خلال مدينه وغيرها قادره على خدمه السياسه ازاي؟ لانه بقى ده سؤال مهم على فكره. ليه بقى النهارده يعني
برضو ناخد الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى في القرن اللي فات، برجعك شوية للتاريخ يعني. تمام. كانت القوة فين؟ القوة كلها كانت أنت عندك كم دبابة وعندك كم طيارة، يعني التفوق الألماني اللي حصل واخد بالك نتيجة أنهم كان عندهم علماء عملوا الطيارات وهكذا. يبقى القوة بتاعت حتى الجيش نفسه اللي بيحمي البلاد كانت بتعرف بالقوة العسكرية على الأرض الحقيقية. جات اليابان بعد الحرب العالمية الثانية غيرت المعايير، قالت أنا ما عنديش جيش خالص وممنوع أن أنا يكون عندي جيش بالطريقة اللي هي التقليدية، بس أنا هغير في العقل الياباني وهشتغل وهأنتج وهيبقى المنتج بتاعي أحسن منتج في العالم. غزت أمريكا. يعني أنا أستاذ مجدي أنا لما رحت أمريكا كنت طالب يعني في الأول كانوا يقولوا على اليابانيين جابس، ما يقولوش جابانيز. النهاردة في أمريكا يمكن كل شارع فيه سوشي محل واحترام لليابانيين وأولا عملوها إزاي؟ مش بالكلام، مش بالكلام ومش بالمظاهر. ولما تزور اليابان تلاقي فيه حاجة غريبة جدا في الانضباط، الانضباط البشري في اليابان وبالذات اليابان والصين حاجة رائعة. في انضباط، في شغل، وقفلوا بقى ده. قال لك احنا لازم نعمل. طلع الاقتصاد الياباني وطلع العلم الياباني. انا لما كنت استاذ مساعد في امريكا ما كانش فيه ولا جائزة نوبل في اليابان. النهارده فيه تقريبا 10 نوبل. دول حجم الدولة، لان اصبحت الدولة عندها عقيدة طبعاً. اذا ما كانتش هتعمل كده مش هتغير الاقتصاد العالمي بتاعها او الاقتصاد اللي بتاعها ان هو ياثر على السوق العالمي. النهارده العربيه اليابانيه هي اللي كذا الالكترونكس واللي بتعمله نفس العمليه الكوريه الجنوبيه دلوقتي. فالعمليه سهله وواضحه. تيجي بقى لدور تاني مهم جدا. طيب بكل صراحه في امسيه زي دي من مدينه العلم، انا ليه العالم اي حد في العالم يحترمني إذا ما كانش عندي القوة الإنتاجية والقوة العلمية في عصر العلم؟ الله، ها؟ فكر فيه. ده سؤال قاتل ده. فكر فيه. أنا يحترمني ليه؟ وأنا عارف قوتك، وأنا عارف إيه اللي تقدر تعمله. بالبلد كده عارف آخرك. عارف آخرك. يبقى أنت وهنعمل محادثات وهنعمل مش عارف إيه وهنقول إيه بقى؟ وهنقول حقوق الإنسان بتقول كذا ومش عارف إيه ومؤتمرات وكذا، لكن أما تكون أنت عندك القاعدة العلمية الصح بتنتج علم صح. وعلى فكرة ده مفيد مش بس البلد، ده مفيد للبلد وللسلام العالمي. لأن أنا النهاردة ما أكون مشغول في الإنتاج العلمي ما عنديش وقت الكلام الفارغ التاني. أيوة. إن أنا ضيعه بقى في إيه؟ ده مجدي الجلاد قال ومجدي الجلاد عاد والأعداد، ما أنت عارف أنا بتكلم على إيه؟ 24 ساعة قاعدين نتكلم بالظبط كده. فده بيدفع عجلة الإنتاج، ده بيساعد على السلام الحقيقي والعادل وهكذا. فدور اليابان ما بتعرفش تتكلم مع واحد في الشارع يقول لك انا عندي شغل، انا رايح شغل. لا ما فيش. فهو ده بقى الدور اللي انا بقول لك عليه بتلعبه سياسيا، سواء كان على المستوى الداخلي او حتى على العلاقات الخارجيه. يعني لما نقعد زي ما انا فاهم كلام حضرتك، لما نقعد على مائده المفاوضات بتبقى مصر قويه هي اللي قاعده، قويه بالعلم وبالانتاج وبالاسهام الحضاري. يعني لما رئيس الولايات المتحده الامريكيه يروح يزور كوريا الجنوبية لعلاقات تتعلق بالتجارة والفري تريد، ندية بقى ده معناه ان الولايات المتحدة الامريكية عارفة قدر كوريا الجنوبية وما تقعد تعمل مشاكل مع الصين. لكن انت تقعد طول النهار اللي تكلمني تقول لي حقوق الانسان وانت ما عملتش وانت ما خليتش وانا التاريخ والنبي وساعدني وانا ومش عارف ايه، ما ينفعش. واي رؤية بقى متكاملة لازم يكون فيها الدور المهم ده. الله، على ما استوعب دي برضو خلينا نروح للأستاذة سالي السيد أحد مؤسسي أصدقاء مدينة زويل، ونرجع تاني نكمل حوارنا الشيق جدا مع العالم الكبير الدكتور أحمد زويل. دكتور زويل is very much إن هو social intelligent، يعني ذكي اجتماعيا، قدر إن هو يحتوينا إحنا كأصدقاء مدينة زويل ويدينا فرصة رائعة للتواصل معاه. احنا بنفخر ان احنا بنمثل اصدقاء مدينة زويل وبندعو كل الناس ان هم يكونوا مساهمين بشكل او باخر، مش شرط ان انت تساهم ماديا، ولكن مجرد تطوعك في انك تدعم مدينة زويل، مجرد
في يعني جاست سبيتش، يعني بس مجرد انت مع اصدقائك في الجامعه بتتكلم عن مدينه زويل، بتعرف الناس اللي حواليك سواء اهلك او سواء اصدقائك او كل اللي حواليك، مجرد انت تقول لهم ان في امل، في بصيص من النور في كل الضلمه اللي احنا عشناها الفتره اللي فاتت دي كلها. فاظن ان مدينه زويل تستحق مننا كتير. شكرا يا سالي. شباب زي الورد. اه والله، اه والله كلهم على فكره ده بدون مقابل. كل ده بدون مقابل، عمل تطوعي. مصادري العلميه في العالم، حضرتك عارف ان انا عندي اتصالات علميه مع كل علماء العالم، قالوا انه في 6 يناير اللي جاي في مجله ساينس العالميه، طبعا شهيره جدا واكبر مجله علميه في العالم، في بحث هينشر لحضرتك والفريق العلمي اللي معاك، وانه هذا البحث هيكون فيه اسهام ما في الثوره العلميه الحاليه. عايزين نعرف ايه اللي فيه في الورقه العلميه دي. هو مع الجروب بتاعتي بعد نوبل احنا عملنا تطور في حاجه مهمه اسمها الميكروسكوب الالكتروني. وكان زمان ده ملوش بعد عامل الزمن، يعني خلينا ناخد مثال عشان بس نوضح الرؤيه يعني انت دلوقتي عايزين نخش مثلا داخل الخليه. الخليه حجمها خلينا نقول 1/10,000 من السنتيمتر، يعني حاجه صغيره جدا، وفيها المصانع وفيها 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 طيب عايزين نخش جوه ده لازم نكبر الخليه. ونكبرها خلينا نقول مليون مره. الكلام ده نفهمه كويس. او كده ماشيين مع بعض كويس، ماشيين دلوقتي. شغل الكاميرات ده. نكبر الخليه. فاحنا كده قاعدين في الخليه، فانت كبرت بقى، فانت قاعد فيها مظبوط. بس انت عايز بقى لما تكبرها عايز تخش على منطقه معينه في الخليه، سواء كانت مريضه او صحيه او يعني هيلث كويسه، وتشوف ايه الديناميكيه بتاعه اللي بيحصل في المنطقه دي بالظبط. بمعنى لا ما اقدرش افهم انا الاستاذ مجدي الجلاد الا لما افهم علاقته باولاده وعلاقته بشغله وعلاقته باخرين وسفريات. تضحك ليه يا دكتور؟ نعم تضحك لاخرين، اصدقائي يعني. اصدقاء وسفريات وهو لان وضعك انت في المجتمع لازم افهمه انا انت من مفهوم علاقتك الديناميكيه ده مجدي بيقول ايه. لان لو جيت لك انت وحتى عرفت موقعك على الكرسي ده وانت ما قلتش حاجه وما تعاملتش مع الاسره بتاعتك في حاجه، مش هفهم مجدي. يبقى لازم افهم مجدي وهو بيتكلم وهو بيعمل حاجه وهو بيشوف واخد بالك. دي بنسميها احنا في العلم ديناميكيه. حركاتك ديناميكيه الخليه. بس بقى فين؟ في هذا المكان. في جزء من الخليه. فالبحث اللي احنا شتينه الحقيقه هينتشر في 6 يناير هو عباره عن دخول بنسميه سب بارتيكلز، يعني داخلين في جوه حتى البارتيكل نفسه وبنشوف بقى الديناميكيه بتاعته بتتغير ازاي وبتعمل ازاي. فده مثال يعني اللي احنا عاملينه ده اللي في 6 يناير في مجال الساينس. ان شاء الله. انا عارف ان ممكن ده يضايق البعض او غيره والكلام ده، بس هي كلمه مضايقاني لازم اقولها. يعني عايز اقول الله يسامحك يا دكتور طارق البشري، ده انا مسؤول عن الكلام ده. الكلام اللي بسمعه ده اللي حضرتك شغال فيه مع فريقك العلمي دلوقتي، اللي بتعملوه اللي هينشر في الورقه العلميه. طيب خلينا نرجع ورا بقى. حضرتك اول ما رحت امريكا، وانا بصراحه اعجبت جدا بكلام حضرتك في الكلمه اللي اذعناها لاول مره على الهواء في الجائزه الاخيره، قلت انك رحت الولايات المتحده الامريكيه وانت ما بتعرفش انجليزي خالص. كنت تعرف الفرق بين ال قلت ايه؟ ديزرت وديزرت. ديزرت وديزرت. طيب فلاح بقى جاي من يعني برضو في اراده صلبه جدا انك توصل للمكانه دي وانت رايح امريكا. بس برضو تاريخيا اول ما وصلت الولايات المتحده الامريكيه كان تقريبا ميلاد ثوره الليزر او بدايه ميلاد ثوره الليزر. تمام. اكيد المشهد اللي شفته وانت لسه رايح الولايات المتحده الامريكيه مختلف تماما عن اللي بتستغلوه دلوقتي. طبعا في الليزر. طب قول لنا بقى ايه الفتح الجديد في الليزر؟ يعني ايه المنطقه اللي ممكن احنا نقول الدنيا رايحه لها وهتفيد البشريه كلها في الليزر؟ يعني تعرف لحد دلوقتي كان في مؤتمر في باريس
انت عارف طبعا اللوفر. اللوفر طبعا متحف اللوفر. ففي عشان عظمه الاكتشاف بتاع الليزر واللي طلع منه عملوا التكريم للعيد الخمسين في متحف اللوفر. وكان لي الشرف ان انا القي كلمه هناك. كان في 7 معاهم جوائز نوبل في الليزر وعلاقات بالليزر نفسها. 7 لحد الوقت يعني. 7 ما كانش حد يحلم ان في 1960 يعني انا لما رحت امريكا الحقيقه كان في حاجتين مهمين جدا. انا الحقيقه عندي حظ عشان اكون امين معاك. يعني دايما بقول انا السيره العلميه دي كلها كانت برضو فيها جزء حظ بصراحه. لان حظ ان انا اتولدت في بلد وفي وقت في هذه البلد كان في قيمه للتعليم، كان في احترام في الاسره في مصر. مصر كان في احترام للاسره، كان في احترام. يعني انا بشوف حاجات دلوقتي حتى الالفاظ انا لحد دلوقتي ما اقدرش اقول. تصور بقى يعني بعد 40 سنه انا ما اقدرش اقول الالفاظ، لان كان في حاجات معينه في التربيه المصريه وتخليك كده عندك ثقه وعندك ارتباط وطني وارتباط روحاني فانا كان ليا حظ في ده. لما رحت امريكا كان برضو كنت محظوظ، لانه انا دخلت امريكا وهم بيهبطوا على القمر 69، يعني كان الهبوط نيل ارمسترونج على القمر فتح جديد، والليزر كان بقاله بس كذا سنه مكتشف. انت بقى ايه بتبحر يعني. ما كانش فيه حدود. انا كنت دايما حتى لما كنت يسالوني ادي كلمه على زي جايز نوبل ومش عارف ايه في امريكا كنت اقول لهم ذا سكاي واز ذا ليميت. يعني الله واخد بالك؟ سماء بلا حدود. يعني انت عندك إيه خيالك بقى انت تفكر في. والبلد الحقيقه كمان امريكا بتساعد جدا جدا في العمليات ديت الحقيقه. والعلم لازم يكون بلا حدود. بلا حدود طبعا, طبعًا. وكمان انهم عندهم طريقه في اختيار التميز. يعني احنا مثلا عندنا من الحاجات اللي هي لازم تتغير الحقيقه انه يبقى في معايير وفي مقاييس. ربنا خلقنا كلنا مختلفين في القدرات. ومش كل واحد معاه دكتوراه يبقى عالم. ومش كل واحد عمل بحث يبقى مرشح لنوبل. ومش كل يعني مش كل ابن استاذ يبقى معيد. يعني ما عندنا يعني لازم يبقى في المعايير الحقيقيه، سواء انت كنت فقير ولا غني ولا مش عارف ايه. فكان حظي انا لما وصلت ان ابواب العلم كلها مفتوحة في هذا المجال. وأنا بدأت بحاجات متواضعة جدا يعني الحقيقة. عشان أكون أمين معاك أنا كنتش عارف أعرف يعني إيه ليزر. ما كنتش أعرف يعني بس كان عندي اللي عملته يعني يمكن مقارب شوية من اليابانيين. ما تكلمتش كتير واشتغلت جد. ده اللي أنا عملته في أمريكا. أنا رحت في وقت كنا مهزومين في 67 وهم فاهمين إن إحنا يعني بنركب الجمال وما نعرفش إن الطيارات بتاعتنا كلها انضربت ومش عارف إيه وبتاع. فأنا الحقيقة قلت إنه الكلام الكتير وإن أنا أخش معاهم في مهاترات سياسية وهيضيع وقتي وكل ده، ركزت وعملت. وكان في إرادة بإن أنا يعني أنا مصري أقدر أعملها. يعني ما فيش عملية إن أنا خايف إن أنا كان. والحقيقة بدأت بقى الفتوحات العلمية تشتغل. النهاردة الليزر زي ما كنت بقول لحضرتك يمكن 40 مليار صناعة بس. صناعة بس. صناعة بس. الناحية العسكرية، الناحية الطبية، الناحية الزراعية، الناحية المعمارية، ما فيش كل نقل المعلومات وهكذا. أنا تعبتك يا دكتور وتعبت السادة المشاهدين، بس أنا مش قادر أخلص. هستأذن حضرتك واستأذن السادة المشاهدين الكرام إن احنا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل واستحملنا. أرجو إن يكون العشاء كويس يعني. أكيد. طيب خلاص. أكيد. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا الممتع جدا مع العالم الكبير ابن مصر الدكتور احمد زويل. سافر زاد الخيال هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه.